اللواء الزبيدي يرأس اجتماعا هاما للجنة الأمنية العليا للوقوف أمام الأنشطة الإرهابية لتنظيمي القاعدة وداعش والميليشيات الحوثية. رئيس الوزراء يتلقى رسالة من نظيره الهندي تتعلق بالعلاقات الثنائية التاريخية بين البلدين وآفاق تطويرية. الأمين العام لمحل حضرموت يشهد ورشة العمل التعريفية بمشروع تعزيز الأمن المائي بالطاقة المتجددة. المجلس الانتقالي الجنوبي يناقش وضع كهرباء ساحل حضرموت وآلية إيجاد حلول لمعالجة الانقطاعات المتكررة. السلطة بالشهر تتابع سير العمل في مشروع إعادة تأهيل صالة الإنزال السمكي. Thank you.